يمينك بلبسه الازرق او اللبني والنادي الاهلي على شمالك بلبسه الاحمر، وهنبتدي نظبط ساعاتنا مع بعض عشان نتابع اللقاء. بيصفر حكم مصطفى حموده، وفي دقيقه حداد على والد الحكم الدولي عبد الحميد رضوان اللي موجود النهارده حكم رابع. والحقيقه الاسبوع ده فقدنا نجم كبير في من نجوم النقد الرياضي وشيخ النقاد الرياضيين الكابتن والاستاذ الفاضل نجيب المستكاوي رحمه الله، ونتمنى من ابنه العظيم الاستاذ حسن المستكاوي انه يحمل الرايه بعديه ويكمل المسير. هنظبط ساعاتنا مع بعض، وبيسنتر نادي المحله وبترجع ورا كوره لعب عظيم الشوره شوقي غريب اللي بيقود تيم نادي المحله النهارده، بيلعبها ناحيه اليمين لجنيدي، جنيدي للصفطاوي، الصفطاوي في جس نبض لسه والاعصاب مشدوده في اول دقيقه، ماشي الصفطاوي ماشي عنده مساحه بيلعبها ناحيه اليمين طويله، محمد يوسف بيغير اتجاه محمد على طول بيقطع بيلعب مساك النهارده يوسف ببطن رجله لمحمد رمضان يلف محمد رمضان لاسامه عرابي، ماشي اسامه من ناحيه شمال، اسامه ماشي اسامه بيحاول يفوت، راجع اسامه بعد ما كان توقف عشان الانذارين، ومحمد يوسف على طول بيرجعها ورا حماده صدري لهادي خشبه تتنقل لمشير حنفي، مشير حنفي حماده صدري بيهدي اللعبه حماده، هادي خشبه واسامه عرابي نقل نفسه بقى في نص الملعب، تتلعب على طول لعبد الجليل ثلاث اربع نقلات حلوين، لسه هادي خشبه بيحاولوا يخترقوا، عمرو انور ماشي عمرو انما بتتقطع من عمرو توصل لشوقي غريب، وشوقي على طول بتتنقل ببطن رجله حلوه لعادل، عادل ابراهيم انما ما يلحقهاش عادل وتطلع رامي التماس لصالح النادي، رامي التماس هيلعبها محمد يوسف ده جمهور المحله، يوسف بيرجعها ورا لشوبير من حقه يمسكها هنا شوبير لانها راجعه من رامي التماس، وحماده صيدي اخر واحد في الملعب النهارده حماده، حماده بيغير اتجاه اللعبه حماده طويله انما تترد، عمرو انور بسن الجزمه عمرو بيلعبها على طول لايمن شوقي انما وائل شوك، وائل شوك على طول وائل بايده بتوفيق صقر من نجوم المنتخب الاولمبي توفيق صقر، توفيق بيحتفظ بالكوره ورمضان بيضغط عليه انما صحح وضعه توفيق بيلعبها على طول للصفطاوي لعمرو الحديدي، وعمرو بطن رجله حلوه لجنيدي لشوقي غريب، شوقي غريب لطارق الوهيدي ثلاث نقلات حلوين لخالد عيد بيستلم خالد تحت ضغط خصم انما بيتزق وفي فاول، فاول ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، شوقي غريب بيتحرك له الشوره انما طويله على الشوره تطلع، خالد عيد من نجوم نادي المحلة ومن هدافين نادي المحلة، لعيب عارف طريق جول، حمادة صدقي لوحده بيحاول يتخطى بيفوت حمادة يلعبها لهادي خشبة بينطلق هادي في وسط اثنين، أيمن شوقي يستلم أيمن وبمهارة يخلصها لنفسه إنما يتزق أيمن وفاول على طول يلعبها مباشرة لعبد الجليل، عبد الجليل بيحاول يعدل جسمه عبد الجليل إنما بتطلع بره، رامي التماس للاهلي تامر حفني هيلعبها هاف ناحيه اليمين تامر حفني، وهادي خشبه بيلعبها على طول هادي الشوره يقطع، اسامه عرابي خلصها لنفسه اسامه، عبد الجليل لمسه ولعبها على طول لتامر حفني اللي بيضم لجوه تامر عايز يخترق هنشوف هيخترق ازاي، سابها لاسامه عرابي وعبد الجليل انما في رايه وسكر فيها فكره حلوه انما عبد الجليل كان اوفسايد،
اشتراك من العمق مهم جدا. معظم فرق العالم دلوقتي بتركز ان هي تحاول تخترق من العمق اقرب واقصر الطرق للوصول الى المرمى. ضربة حرة غير مباشرة. صفطاوي يشير حنفي بيلعب مان تو مان على خالد عيد وتاني فاول من نفس المكان. واضح ان هو ملتزم رقابة رجل لرجل مع خالد عيد. شاوي غريب متخصص ضربات الثابتة. توفيق صقر عايز شوت من هنا وفعلا بيشوت انما مهارة الشوت لسه مش حلوة تطلع بره. توفيق صقر شوبير خمس دقايق من بداية الشوط الأول لسه نتيجة 0-0. محمد يوسف أسامة عرابي إنما في فرمالة من عمرو الحديدي. حمادة الصيدي ماشي حمادة بيحاول يخترق برضه حمادة وبيخترق من العمق فعلا لعمرو أنور وعمرو أنور بيشوط. عمرو حلوة حلوة وفيها فكرة إنما ما لبستش في رجله زي ما هو عايز إنما استلم ولف واخد قرار الشوط في جرأة. ضربة مرمى وائل شوك. وائل على طول عالية بدماغه بيلمس جنيدي من اللعيبة اللي ظهرت في المنتخب العسكري جنيدي. عمرو أنور عمرو أنور لأسامة عرابي اللي واضح ان هو بيلعب ناحية الشمال انما بيضم لجوه. وحلوة لعبد الجليل اخترق وسط من عبد الجليل وفاكر كويس قوي بيلعبها بالعرض في منتهى الخطورة انما تامر حفني بتطرد. فيها فكرة حلوة من عبد الجليل لامح وعامل فرشة النظر مظبوط لامح تامر حفني وتاني بيضغطوا النادي الاهلي فعلا غلطوهم في الباص وبتطلع بره. كورة جت في الكاميرا واحد من الجمهور بيحدفها فجت في الكاميرا. عبد الجليل وعبد الجليل انما الشورى بيقطع الشورى بيقطع من هدافين المحل عبد العظيم الشورى وعلى طول عمرو بيلعبها حلوه لعادل ابراهيم انما بيخلصها لنفسه حماده صيدي لعيب محنك حماده صيدي وعمرو انور يفوت عمرو ويلحقها لاسامه عرابي بيلعبها في مساحه المشتركه بين الوهيدي ومشير حنفي. تامر حفني لعبد الجليل لمشير حنفي وأسامة عرابي يستلم ما بتروحش منه يلعبها لعبد الجليل تاني. عبد الجليل واحد ضد واحد بيحاول يلعبها انما شاط الارض وبياخد كورنر. كورنر اول كورنر في المباراه للنادي الاهلي. واضح ان عبد الجليل مركز من ناحيه اليمين انه يخترق من ناحيه اليمين هو وتامر حفني يوصلوا للخطوط و من ناحيه شمال أسامة عرابي انما لسه ما عملهاش لانه بيضم الجول. كورنر محمد يوسف بيلعب على الايمن البعيد عاليه انما واضح ان هي طالعه من رجله قوي تطلع بره. تامر حفني وعبد الجليل الاثنين بيزيدوا في وقت واحد من ناحيه اليمين بيحاولوا ان هم يخترقوا من الجزء ده انما على طول بيبقى هنا مأمنهم هادي خشب ممنوع ان هو يزيد في الجزء ده على اساس الكره لو اتقطعت يبقى عامل الكفرنج او التغطيه ليه. جبل ناحيه اليمين بتشتغل انما لسه جبل ناحيه الشمال ما اشتغلتش بتضم لجوه وتتابع الكره بتاعه الجبل من ناحيه اليمين. عمرو انور يقطع على طول حلوه. محمد يوسف يلعبها ناحيه الشمال بدات فعلا الجبل ناحيه الشمال تشتغل اهو. رمضان وبيحاول يخترق من العمق انما مقطوع. عمرو انور تاني بيحط جسمه كويس عمرو خلصها لنفسه مشير حنفي
وهذه خشبه على طول لتامر حفني، نقلوا اللعبه ناحيه اليمين، عبد الجليل وتامر هتاخد نفس الموقف المكرر وبيلعبها تاني حلوه لتامر، يقرب وصله الخط وتامر بياخد كورنر، ياخد كورنر تتلعب على طول، ورمضان قاطع بتاعته دي ملاكي الماتش اللي فات برضو مع الاولمبي، جاب جول من نفس الكره العرضيه وجالها مناضه حركه وحطها حلوه قوي، نفس اللعبه بالظبط بس جت ضعيفه في ايد الجول، لمسه الواحده حلوه قوي من خالد عيد بيلعبها لجنيدي في منتهى الخطوره، وخالد عيد تاني انما باص وحش من جنيه، لمساته حلوه خالد عيد، وشوبير بيطلع كرة بره، مشير واقع، مشير حنفي كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن اكرامي 10 دقايق بالظبط فاتوا ولسه النتيجه التعادل بدون اهداف، غزل المحله والنادي الاهلي قام مشير، فات 10 دقايق والاوت بتلعب على طول عادل مع محمد مان تو مان مع عادل ابراهيم، مشير حنفي بطن رجله حلوه لعمر انور، عمر انور لعبد الجليل، هذه خشبه لتامر، تامر حفني وعمر انور تاني ببطن رجله حلو، عامل اسامه عربي بيحاول يتخطى اسامه انما طويله سنه، تترد لخالد، خالد عيد انما مقطوعه من خالد لعبد الجليل، عبد الجليل بيدور على تامر حفني انما خالد عيد يقطع تاني، وخالد على طول بيغير اتجاه اللعب بمساحه كويسه، عمرو الحديدي ببطن رجله، عمرو الجنيدي، جنيدي وحماده صدي حلوه تحرك كويس قوي ويحاول يزيد وائل العباسي وبيلعبها بالعرض وائل انما مش لحق، تامر على طول لعبد الجليل ببطن رجله حلو، عبد الجليل رمضان قاطع فيها كويس، بيستلم تحت ضغط خصم ما بتروحش منه، محطه كويسه هنا محمد رمضان وتاني عبد الجليل، هذه خشبه بينقلوا اللعب، يبتدوا يشتغلوا من ناحيه الشمال، عمرو انور ونقل له على طول اسامه عرابي بيستناه، بيستنى عمرو وبيحتفظ بالكوره اسامه وبيغير اتجاه اللعبه حلوه رمضان انما عمرو الحديدي معاه مش سايب، تامر والوهيدي توصل لشوقي غريب، وشوقي بيحتفظ بالكوره شوقي غريب، بيستلم انور صفطاوي، ماشي انور بيحاول يزيد يعمل زياده عدديه وطويله لك، شوبير على طول بهدوء يمسك، عبد الجليل اتحرك كويس، عبد الجليل انشط لاعب الاهلي لغايه دلوقتي وبيلعبها على طول لرمضان اللي بيتحرك تحركات عرضيه كويسه رمضان، وبيكافح وبيخلصها لنفسه رمضان في منتهى الخطوره بالعرض خطره تصميم على انه خلص او يستخلص الكوره، بيضغط هذه خشبه بتوصل لشوقي غريب، شوقي بيغير اتجاهاته انما عمرو انور يقطع، وعمرو الاسامه هذه خشبه استلم ملف، هذه بقى بوشه بقى بوشه عايز يخترق، هنشوف مع بعض يخترق ازاي، ورمضان حلوه من رمضان مفاجاه وفيها عنصر المفاجاه انما وائل كونتريبيوت وضغط من النادي الاهلي، هنشوفها تاني هنا رمضان
خلصها لنفسه حلو وعلى طول برجله الشمال بشوطها مباشره في الزاويه البعيده انها وائل شكري. برافو. كور صعبه دي. الشورى بينطلق. الشورى بيفوت كويس. الشورى مهاره عاليه بيقرب من الخط. خطره انما بيلعبها في الجول. لو لعبها بالعرض تفرق كتير قوي. هجمه هنا وهجمه هنا وتتنقل على طول لتامر حفني. تامر ببطن رجله لاسامه. اسامه عرابي ماشي. اسامه انما بيقطعها منه جنيدي ويلعبها لطارق الوهيدي. ماشي طارق بيحاول يلعبها لعادل ابراهيم انما واضح ان محمد يوسف بيلعب مان تو مان مع عادل ابراهيم ومشير حنفي بيلعب مان تو مان مع خالد. هما دول الاثنين الفيرود بتوع نادي المحله. كابتن شوقي عبد الشافي يمسكهم لمشير ومحمد يوسف وراه محمد اسيتو. حلو محمد يوسف حلوه. الاسامه عرابي نقل نفسه. اسامه عرابي بيلعبها طويله شويه. وائل شكري برافو وائل شكري من الاجوال الكويسه الحقيقه اللي ثبتت نفسها في الفتره الاخيره قوي. عمرو الحديدي بيلعبها لطارق الوهيدي. عمرو للصفطاوي وتاني طارق الوهيدي. عمرو الحديدي بيحاول يفوت فات من زاويه ضيقه. والشورى اللمسه الواحده حلوه بمهاره عاليه لشوقي غريب. ثلاث نقلات حلوين فضوا مساحه كويسه وعلى طول في مساحه برده حلوه قوي ناحيه اليمين. وائل العباسي بيلعبها للشورى. خلصها لنفس الشورى في منطقه الخطوره. عادل ابراهيم بيفوت وبترجع ورا لشوبير. فاتوا حلو قوي الكره اللي فاتت دي. احسن هجمه عملوها نادي المحله لغايه دلوقتي. هجمه منظمه وايجابيه فيها اختراق وفيها تنفيذ. هادي حماده صيدي سامع من بره كابتن شاو بيقول له خد نفس. بيقول للمجموعه بتاعت خط الدار دي ياخدوا نفسهم بعد الهجمه اللي كانت عليهم دي. فبيهدوا اللعبه هنا بيحاولوا يجيبوا بتوع المحله في الجزء ده. مشير انما قاطع كويس. وائل والوهيدي لعادل ابراهيم بيستلم ويحاول يلف انما تامر يقطع. تامر عمرو انور عبد الجليل والفرمله في منطقه القوه من طارق الوهيدي. فرمله جت ورجعت هذه الخشبه. تسجيل محله على الطبله جمهور المحله. لسه واقع هادي خشبة. كابتن شاوي نزل يشوف هادي خشبة. قانون جديد هيعملوه او تعديل جديد بالنسبة للمدربين ان هو يبقى عنده حرية حركة انه يتحرك في الملعب من المكان دكة الاحتياطي كده في حدود 15 متر بالعرض. وطبعا بالنسبة للملعب من حقه حتى انه يقعد على الخط. ممكن يشاهد المباراة كلها وهو قاعد على الخط يوجه لعيبته زي ما هو. قام هادي خشبة الفاول عبد الجليل هيلعبه. عبد الجليل عاليه وبيطلع توفيق صقر. اسامه عرابي استلم اسامه وبيستنى عمرو انور اللي بيحاول يزيد عمرو انما الاوفرات لسه مش مظبوط. تترد لعادل ابراهيم. هجماتهم المرتده منسقه ومنظمه تيم المحله بالذات لما بيلمسها عادل ابراهيم والشورى وشوقي غريب وخالد ايمن. جنيدي في مساحه كويسه. جنيدي بيلعبها لوائل العباسي. صفطاوي لوائل تاني انما حاطط جسمه اسامه. بالرغم من اسامه ان جسمه قليل انما فكره عالي جدا في الحاجات دي.
يعرف يحط جسمه صح عشان يستخلص الكرة. فاول لأسامة عرابي. بدماغه عبد الجليل. شاوي غريب. وطارق الوهيدي. خالد عيد. شاوي غريب. كل دي نقلات وتمريرات في مساحات ضيقه. عادل ابراهيم بيستلم ويحاول يهرب من الرقابه وبيستنى الصفطه وبيشوط من بعيد شوطه جامده انما بعيده فيها فكره. تامر عمرو انور حماده صدي شوبير طبعا مش هيمسك هنا ما بيقابلوش غير الشورى خالد عيد وعادل ابراهيم بس الاثنين الفيرويدز بتوع المحله هم اللي بيقابلوا الثلاثه بتوع خط الظهر دايما الموقف ده 3-2 متكرر في الجزء ده عشان كده واضح ان حماده صدقي بيزيد لان عشان يتخطوا الاثنين دول 3-2 في زياده عدديه لازم واحد يزيد يوصل لنص الملعب بالكوره انما واضح ان الخمسه بتوع خط النص بتوع النادي الاهلي ما بينزلوش خالص بيرحروا نفسهم ويبعدوا عن الجزء ده. تشتيته من الصفطابي وبره. طبعا هنا الهافات بتبعد وترحل نفسها عشان الخصوم اللي معاهم اللي بيلعبوا عليهم مان تو مان ما يجوش ومفضوا مساحه نص ملعب كامله للثلاثه بتوع خط الظهر بتوع النادي الاهلي يقابلهم اثنين يبقى 3-2. موقف متكرر كتير. واسامه بيشوط انما ضعيفه. وائل شكرا عالية. وعبد الجليل بيحاول يلحقها انما وفعلا بالذكاء عبد الجليل خد اوت بذل جهد عليها عشان كده جابها اوت. مفيش يأس ابدا لازم يكون في كفاح وتصميم. لو ما جراش وما راحش هيبقى الاوت عليه. وغناء لنفسه عبد الجليل حلو وقرب من خط عبد الجليل ولعبها انما كل الاوفرات لغايه دلوقتي واطي على الارض. اسامه عرابي على الايمن البعيد يلعبها وايمن شاوي مش ممكن خد قرارين في وقت واحد كان واخد قرار انه يلعبها بدماغه وبعدين خد قرار انه يلعبها برجله هنشوفها تاني على طول واخد قرارين اهو تردد حصل نوع من التردد فحصل نوع من التشتيت هنا في الجزء ده انما لو واخد قرار واحد سواء برجله او بدماغه مش ممكن حتى لو لمسها وقلشت هتلاقيها برده في الجول. عبد الجليل ومعاه طارق الوهيدي وبياخد كورنر عبد الجليل. كورنر اسامة عرابي رايح عشان ياخد مع شوقي غريب انما اتلعبت له حلو وعبد الجليل لف له وعبد الجليل على الايام البعيد وفي منتهى الخطوره انما من اعلى نقطه يمسك وائل شوقي. رمضان كان قطع الايام القريب وكان عايزها تجيله على الايام القريب انما فاتته. حماده صدقي اللمسه الواحده على طول ليوسف. محمد يوسف ماشي بيغير اتجاهاته محمد لهادي خشبة. يوسف تاني واضح في الشاشة زي ما حضراتكم شايفين اللي بيقابل عادل ابراهيم وخالد عيد 3-2 جالهم اسامة هوت بقى 4-2 عشان كده تخطوا الجزء ده. تامر لعمرو انور بيبص ورا ظهره عمرو انما بتطول وتوصل لطارق الوهيدي. الشورى بيزيد الشورى ماشي الشورى بينطلق ويلعبها لعادل ابراهيم. عادل ابراهيم بيتلم عليها عادل لشوقي غريب تاني مصطفى طاوي اللي بيزيد الوحيد اللي بيزيد من خط الظهر انما طويل. هو واسامة عرابي عبد الجليل واسامة عرابي احسن اثنين في النادي الاهلي لغايه دلوقتي. فرمله وفي فاول على خالد عيد
وضحت الرؤية طبعا. نشير حنفي بيلعب مان معاه في كل حته. شوقي طارق الوهيدي ومعاه تامر، وطارق الوهيدي بيغلب بيغير اتجاهاته طارق، انما وقف وتامر يقطع. رمضان بيحط جسمه مظبوط رمضان، وبيغير اتجاهاته وبيحاول يفوت، مساحه ضيقه انما خد اوت على رمضان. دايما موقف صعب السنتر فيرود اللي بظهره. توفيق صقر جنيدي مساحات كويسة، والشورى عبد العظيم الشورى بيحاول يفوت الشورى، يلعبها لشاوي غريب. شاوي غريب تحركوا تحركات كويسة وبينقل نفسه خالد عيد. خالد عيد يغير اتجاهاته، خالد وبيتزق وبياخد فاول من مكان كويس. خالد عيد لما بيقربوا لبعض جنيدي وشوقي وعبد العظيم وبيصط لهم خالد عيد، الاربعه دول بيعملوا حاجات كويسه قوي وبيلاقوا بعض كويس، انما لسه ما فيش اختراقات خالص. شوقي غريب بيلعبها على ايمن بعيد عاليه، انما شوبير بيمسك. شوبير بيمسك، كان عايز يعمل هجمه على طول شوبير، ما لقاش حد. الشوطة الطويلة لأيمن شوقي فوز 2 طويلة، هيلحق ما يلحقهاش الصفقة. رامي التماس لسه النتيجة 0-0، لازم طبعا الماتش ينتهي بفوز فريق من الفرقتين، لو تعادلوا بيعملوا وقت إضافي نص ساعة على الشوطين، بعد كده ضربات جزاء. والاوت على طول عبد الجليل، وسن الجزمه تطلع بره. كورنر تامر، وعلى الايام البعيد تامر، ورمضان بيحاول يقطع رمضان، وعبد الجليل وفي منتهى الخطوره. عبد الجليل حلوه انما معاه طارق الوهيدي، تخبط في طارق الوهيدي وتطلع بركه. عبد الجليل انشط لاعب النادي الاهلي لغايه دلوقتي، بيتحرك كويس قوي، وفي محاولات على الثلاث خشبات. وتاني تامر، انما كورنر تاني. تامر وتفوت عبد الجليل وترد الهادي خشب، عايز يشوف وبيحاول يوسف عمرو انور، وعلى طول لرمضان، انما برمضان بيحاول يفوت وخلصها لنفسه واتزق رمضان، وبياخد فاول بذكاء محمد رمضان. فاول تسعة وعشرين دقيقة من بداية الشوط الأول، ولسه النتيجة 0-0. فاول عمرو أنور هيشوط. هيلعبها بالعرض ولا على مرة واحدة؟ داخل عمرو. ثلاثة
مش عارف مين اللي هشوف فيهم، وعمرو بيلعبها جامده انما باينه وهي طالعه من رجله ان هي يعني فيها قوه انما ما فيش فيها اتقان. كل الاختراقات بتاعت النادي الاهلي لغايه دلوقتي من على الجناب، لسه ما فيش اي تمريرات بينيه او اختراق بالعمق لغايه دلوقتي، لان هم قافلين المحله بيلعبوا بخمسه في خط الظهر. عمرو الحديدي، عبد الجليل، عبد الجليل ماشي، عبد الجليل في وسط اثنين بيخترق ويفوت عبد الجليل ويلعبها بالعرض في منتهى الخطوره. مميز عبد الجليل جدا، في انطلاقات حلوه وفي اختراقات كويسه ومجهود كويس، انما بيطلع الصفطاوي هتشوفها تاني اهي. عبد الجليل عاليه ورمضان ممسوك من عمرو الحديدي، وتاني عمرو بيردها انما برضو عمرو يطلعها وبره الصفطاوي. وعمرو الحديدي وتوفيق صقر بيجيدوا العاب الهواء. اسامه عرابي وعلى طول بكعب رجله حلوه لمحمد يوسف وتطلع بره. كابتن شاوي اسامه عربي لعمرو انور بيحضن على الكوره عمرو، وتاني لاسامه والاوفر من اسامه، الاوفر على الامل بعيد عاليه وبدماغه تامر، انما واضح فعلا ان هم العاب الهواء مميزين فيها المحل. معظم الكرات العاليه دلوقتي من نصر، وفي زقه من ايمن شاوي، زقه طارق الوهيدي، انما بيعتذر له ايمن ما رضيش يقبل الاعتذار طارق. جنيدي طارق ومع هادي خشبه بيشوط الارض وتطلع بره. لسه النتيجة 0-0 8 فات 34 دقيقة ولسه النتيجة 0-0. وطارق واقع في الأرض، شاط الأرض الكرة اللي فاتت، وهادي خشبة عنده شد تقريبا. أعتقد بيطلب تغيير، شوبير بيطلب له تغيير، وعلاء عبد الصادق بيسخن، واحمد فهمي بيسخن، علاء عبد الصادق واحمد فهمي. هذه خشبه اهوت اتقلم تقريبا من ركبته. مقصوره الرئيسيه سياده اللواء اركان حرب منير فكري اباظه كبير يوران سيد رئيس الجمهوريه وكابتن حسن حمدي. هادي هادي خشبه اعتقد ان هو بيشتكي من ركبته، انما دايما في نهايه الموسم بيبقى الحمل دايما كل اللعيبه بيجي لها اوفر تريننج، حمل عالي نتيجة للإرهاق. رمضان بيستلم رمضان كويس، ومحمد يوسف على طول تاني لأسامة عرابي، إنما بره بره الصفطاوي بيطلعها بره. أوت تلعب على طول أسامة عرابي. ما يلحقهاش ما يلحقهاش، طويلة عليه. وأحمد فهمي هو بيسخن، وعلاء عبد الصادق وليد زايد بيسخن من المحلة
فات 35 دقيقة من الشوط الأول ولسه نتيجة تعادل بدون أهداف. شاوي غريب الشورى تابعها الشورى هنشوفها اهي الشورى تابعها الشورى وبسن الجزمة يخطفها قبل شوبير ويجيب الجول الأول للمحلة في الدقيقة 35 من الشوط الأول. طبعا فرحانين والشورى هداف نادي المحلة من اللعيبة اللي عارفة طريق جول واللي عندهم ثقة بالنفس ان هم يجيبوا جول. الشورى 1-0 للمحلة. يمكن أخطر هجمة للمحلة هي دي ويمكن أول هجمة للمحلة في الشوط هي ديت خطفوا منها جول وجول جميل قوي الحقيقة. متابعة الشورى بسنتر رمضان عمرو انور لرمضان تاني رمضان بيحاول يفوت رمضان ويلعبها بالعرض رمضان انما مش لحد جنيدي بيلعبها للشورى اللي جاب الجول ببطن رجله على طول لجنيدي في مساحه كويسه جنيدي ومن ناحيه الشمال خالد عيد ومساحه كويسه ناحيه اليمين تاني بيغير اللعبه حلوه العباسي وليد لعادل عادل بتطول من عادل ابراهيم وتطلع اعتقد فيها انذار لعادل ابراهيم اول انذار في الماتش. غزل المحله 1 والاهلي 0. اول انذار في الماتش لعادل ابراهيم. هينزل احمد فهمي وطلع هادي خشبه جمهور المحلة فرحانين بالجول اللي جابوه قطعا. مشير حنفي بيلعبها لأيمن شوقي بياخد فاول أيمن. هنا في ذكاء وسنس من اللعيب من أيمن شوقي حاسس إن الكورة إنه متكتف هنا وظهره للخصم والخصم ضغط عليه صعب إنه يلف فهنا بيحاول إن هو ياخد فاول. عبد الجليل ويلعبها بالعرض إنما الاتنين طايرين في الهواء يطلعوها توصل لطارق الويدي واحمد فهمي بدماغه المسه حلوه لعبد الجليل وعبد الجليل بيستنى انما اتشانكل من على رجله الثابته وبياخد فاول عبد الجليل. 1-0 للمحله وباقي 7 دقائق على انتهاء الشوط الاول. جابوا عبد العظيم الشورى اسامه عرابي وعرابي عاليه انما بيطلع برضه مميزين في العالي وعمرو انور بيتابع بدماغه يمسكها واشه. وضحت الرؤيه بالنسبه للثلاثه الباكات بتوع المحله الليبرو والسنترافين طوال الثلاثه بيلعبوا العالي كويس قوي. شاوي غريب انما تطول لاسامه عرابي بيلعبها على طول لايمن اللمسه الواحده حلوه لعبد الجليل عبد الجليل بوشه وبيشوط منتهى الخطوره فيها فكره والله من عبد الجليل بيعمل محاولات على الجول عبد الجليل انما وائل شكر موفق وبيمسك. عادل ابراهيم ومعاه يوسف ياخد فاول تتلعب على طول لجنيدي جنيدي عايز يفوت بيلعبها بالعرض انما اوفر وحش تطلع بره. تامر احمد فهمي حماده صدي يوسف حماده صدي احمد فهمي
تامر حفني، عبد الجليل، عمرو انور، عبد الجليل تحرك كويس قوي، عبد الجليل بيختار كويس، عبد الجليل قرب من الخط ويلعبها بالعرض في منتهى الخطوره رمضان، انما باينة مميزين في العالم هنا عشان رمضان يخترق لازم على الايام القريب ما يلعبش كوره عاليه، يلعبها في ارتفاع متر ويقوم يخطفها قبله. 1-0 للمحله. عمرو الحديد يمكن اخر ماتش بيلعبه مع المحله وهيتنقل يلبس الفانيلا الحمراء بعد كده، من اللعيبه الكويسه. كورنر وبقى 4 دقايق على انتهاء الشوط الاول، وبطن رجله انما ما حدش سقط له، مش رابطين مع بعض فيها الكره اللي فاتت دي، وبتتنقل تعمل هجمه مرتده انما في بطء في الهجمه المرتده، وطويله لشوي غريب انما شوبير بيأدي دور الليبرو وبيمسكها على طول. شوبير، تامر حفني، ماشي تامر، محمد يوسف، وتتنقل على طول مشير، واسامه عرابي استلم اسامه وعايز يلف اسامه، 1 ضد 1 بيحاول يلعبها بالعرض انما 2 ضاغطين عليه، تاني اسامه، ماشي اسامه وبياخد كورنر. محمد يوسف لاسامه تاني، وعلى طول بيلعبها بالعرض، بتقلش عبد الجليل، وتاني رمضان بيتابع وبالعرض في منتهى الخطوره، انما ايمن شاوي بيقول له على الايام القريب انما هي بتعدي ايمن شاوي. واحد صفر للمحله. مشير، حمادة صيدي على طول طويلة، رمضان بدماغه بيلمسها لأيمن شاوي، أيمن بياخد أوت، أيمن أيمن بيشتت طريق الوهيدي، توصل لمحمد يوسف، محمد يوسف مساحة كويسة من ناحية الشمال انما ضم لجوه محمد يوسف وعايز يشوط وبيلعبها برجله اليمين انما ضعيفه ضعيفه. باقي دقيقة ونص على انتهاء الشوط الاول ولسه النتيجة 1-0 للمحلة. عادل ابراهيم خلصها لنفسه، عادل ابراهيم وبيفوت انما يتشنكل وفي فاول، بيلعب في الدقيقة 44. فاول كابتن الشناوي مدرب المحلة. شاوي غريب على طول، شاوي انما مشير في رايه وصفاره. شاوي غريب اعلن ان هو لو المحله خدت الكاس هيعتزل على طول بعد ما يكون جاب الكاس للمحله، اعلنها في كل الصحف. احمد فهمي وحمادة صيدي على طول، عصام عرابي وعمرو انور، احمد فهمي على طول، كل دي محاولات في الاختراق انما المحله كلهم راجعين في نص ملعبهم. احمد فهمي حلوه لاسامه عرابي، عنده مساحه كويسه اسامه وبيلعبها بينيه لعبد الجليل، عبد الجليل في منتهى الخطوره بالعرض انما الاخرانيه طويله، انما اختراق حلو والله من اسامه وعبد الجليل، اقرب الطرق للاختراق واسرعها، والاختراق الطولي او الاختراق من العمق. خالد عيد ومعاه مشير،
والوهيدي على طول بيشتتها. حمادة صيدي، تامر حفني، ماشي تامر بيسيبها لأسامة، وعبد الجليل بيستنى أسامة يلفله. عبد الجليل لأسامة، ضم لجوه أسامة، وفي مساحات ضيقة مهارة عالية من أسامة، تمريرات حلوة قوي. وعمرو أنور بيفوت عمرو، يخترق عمرو الأمام، بيتشانكل وفاول. يا سلام على التمريرات القصيرة اللي في مساحات ضيقة، تبقى متقنة جدا جدا، وبيستحوذوا على الكورة ما بيفقدوهاش، وبيكسبوا أرض ويخترقوا. شوفها تاني اهي، تمريرات مساحات، شوفوا كان ممكن يطلعوا كم واحد بره اللعب هنا، كان واحد ازرق وخد فاول عمرو انور المكان كويس. اسامة عرابي، وكله داخل منطقة الجزاء، محمد رمضان ممسوك وايمن شوقي ممسوك، بتلعب بالعرض وبرضو العاب الهواء مميزين فيها. اسامة والفرملة من شوقي غريب، وبيصفر الحكم مصطفى حمودة، وهنظبط ساعاتنا مع بعض عشان نتابع احداث الشوط الثاني. على يمينك هيبقى النادي الاهلي، وعلى شمالك المحلة، هيسنتر النادي الاهلي ايمن شوقي، بيلعبها لعمرو انور، عمرو بيلعبها لاحمد فهمي، احمد ماشي، احمد غير اتجاه اللعب وبتلش لعمرو الحديدي، انما رمضان مش متوقع، مثبت نفسه رمضان، وعمرو الحديدي جلى فيها، كانت ممكن تكلفه كتير دي لو رمضان متوقع. كورنر بنلعب في الدقيقه الاولى من المباراه، من الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني. محمد يوسف متخصص ضربات الثابته النهارده، بيلعب الكورنر عاليه عاليه وبطن رجله تامر، انما ضعيفه في ايد الجول، ضعيفه في ايد الجول. وائل شوك، وعلى طول خالد عيد يرجعها ورا للشوره لطارق الوهيدي، هجماته من المرتده في منتهى الخطوره المحله، وطارق بيفوت ومعاه تامر حفني. طارق على طول بيلعبها الجنيدي، وبيستنى وائل العباسي، ماشي وائل، ماشي وائل، وبيلعبها تاني في منتهى الخطوره، شوه غريبه وجول، انما يوسف يجي في الوقت المناسب وينقذ. اختراق كويس من شوقي غريب، وبيلعبها مباشره على طول، انما يوسف في توقيت مناسب جدا جدا يقدر. كورنر لنادي المحلة، شوقي غريب على طول عالية وبدماغه، عبد الجليل بيلعبها في المنطقة العامية، حلوة قوي، رمضان نموذج فعلا للمنطقة العامية دي، ورمضان واحد ضد واحد ببطن رجله، لعبها بالعرض عبد الجليل، عبد الجليل بيفوت، عبد الجليل هو جول في منتهى الخطورة، انما عمرو الحديدي يقطع. حلوة اللي فاتت دي قوي بتاعت رمضان، تتنقل تاني، جنيدي، جنيدي بيحتفظ بالكرة، جنيدي للوهيدي، خالد عيد على طول لجنيدي، الصفطاوي، انور، وانور بيلعبها طويله لعب عظيم الشورى وسط اثنين، لعب عظيم، ماشي الشورى، ماشي في مساحه كويسه، بيلعبها لوائل العباسي اللي بيزيد دايما، يرجع بيها لشوقي غريب، وشوقي تاني لوائل، مساحات برضو كبيره، وائل يلعبها بالعرض على امن قريب، انما برافو حماده صبري، عارف واجبات مركزه، حماده صبري خبره، واقف في المكان المظبوط. كورنر، وفي ضغط من المحلة، بادئين الشوط الثاني هجوم ضاغط، وبتتلعب على طول على الأيام القريب، وعادل إبراهيم في منتهى الخطورة، إنما شوبير، شوبير يمسك، شوبير بيدو على طول، أحمد فهمي بطن رجله حلوة لعبد الجليل، مساحة كبيرة عبد الجليل، واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، عايز يفوت عبد الجليل، بيفوت عبد الجليل قرب من الخط ولعبها بالعرض، خطره 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 رمضان، وفي القايم، اوبا
هو جول رمضان، جول رمضان. عبد الجليل فايت من ناحية اليمين نموذج ويلعبها بالعرض لرمضان اللي عامل متابعة الأيمن البعيد نموذج، وجابها جوه الجول، جول التعادل للنادي الأهلي. بيجيبوا رمضان في أول أربع دقايق من الشوط الثاني، هنشوفها تاني اهي معدية كله، ورمضان حاططها حلوة متابع، بتيجي في الأيمن وجوه الجول، الجول الأول للنادي الأهلي. إنما إيه ده؟ عبد الجليل فايت حلو قوي قوي. عبد الجليل مخترق من ناحية اليمين كويس. وجماهير الاهلي كلها هنا في الاستاد فرحانه بجول التعادل. الماتش كده هيبقى سخن وحامي، لان لسه في اول اربع دقائق والاهلي بيتعادل. انما واضح ان عبد الجليل منشنها كويس قوي، باصص قبل ما يلعبها، وعادل ابراهيم يلعبها بينيه عادل لخالد عيد، وبيحاول خالد عيد يتابع، انما شوبير يطلع، شوبير يطلع بيدو على طول شوبير لاحمد فهمي. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد الجول ده؟ ماشي احمد فهمي، ماشي احمد، ماشي احمد، برضه من ناحيه اليمين احمد فهمي بيزيد تاني، بيحاول يلحقها بالخط وبيكافح، انما بتطول. وطارق الوهيدي، والوهيدي على طول عادل ابراهيم بيغير اتجاهاته في مساحات ضيقه، وعبد الجليل يقطع. تامر حفني بسن الجزمه، تامر يلعبها رمضان، رمضان ماشي، رمضان ماشي، رمضان بيحاول يفوت رمضان، انما مفيش فيها حاجه. قدرات محمد رمضان عاليه جدا داخل البوكس او داخل الصندوق، انما لما بيخرج خارج منطقه الجزاء بتقل قدراته شويه، انما في الحاجات دي المتابعه والحاجات دي 10 على 10. لعيب واقع من المحله والنتيجه 1-1 بعد ما جاب رمضان جول التعادل من الكرة الحلوة. وزارة الشباب والرياضة بتنقل المباراة النهاردة، كابتن ميمي الشربيني والأستاذ أحمد الليسي والأستاذ حسام فرحات. كابتن شطة بيدي تعليماته. الاهلي كله واقف بعد جول التعادل. انما طبعا رمضان مفيش كلام منقذ بالنسبه لتيم النادي الاهلي، هداف عنده قدرات عاليه جدا. كابتن حسن حمدي، مهندس حسام عباس، كابتن الشناوي، طبعا باين النتيجه بعد ما النادي الاهلي تعادل على وشه زعلان، لانه امله كبير انه يفوز بالكاس النهارده. سبع دقائق من بدايه الشوط. التاني لسه 1-1. تامر واحمد فهمي على طول بيلعبها، انما مش لحد. جنيدي، جنيدي بيلعبها جنيدي ناحية الشمال، انما تطول وتطلع. رامي التماس لصالح النادي الاهلي. الاوت بتلعب على طول. تامر، يوسف قصيره، انما بيضغط خالد عيد، توصل لمشير، ومشير لاحمد فهمي، انما بتطول وتطلع بره. رامي التماس، بتلعب الاوت على طول. شاوي غريب، وتامر حفني بيلعبها لعبد الجليل، عبد الجليل بيلعبها لعمرو انور، عمرو انور واحد ضد واحد، عمرو عايز يفوت، عمرو فات كويس عمرو، انما
بيتابع عمرو وياخد كورنر، ناخد فاول، فاول على فاول على فاول على جمهور النادي الاهلي. واعتقد بيطلبوا تغيير المحله، في وليد زايد بيسخن. طارق الوهيدي بيزك على رجله. صفطاوي طويله. وسام عربي بدماغه. وبيلعبها حلوه لاحمد فهمي، احمد فهمي على ايمن بعيد عاليه من قدام دماغ رمضان تفوت. اوفر حلو، ملعوبه حلوه قوي من احمد فهمي، انما لمسها عمرو الحديدي يا دوب خرقت سنتي من على دماغ رمضان. هنشوفها تاني، نشوفها تاني. احمد فهمي اهو يلعبها بالعرض حلو قوي، معديه كله، لمست عمرو الحديد. اسامه عرابي، اسامه يلعبها على ايمن بعيد وبدماغه ايمن شاوي. مش ممكن، مش ممكن، ايمن شاوي زعلان انما عاملها حلوه قوي. وعبد الجليل رايح يسلم عليه، شوفها تاني اهي الاوفر على ايمن بعيد برضه، وايمن رايح قاطع ما استناهاش وحاططها بدماغه في مكان قاتل. انما برافو والله وائل شو، برافو وائل شو، برافو ايمن شاوي، برافو وائل شو. ضغط مكثف من النادي الاهلي، فرق كتير احمد فهمي والشوط في الشوط الثاني. بتتلعب على ايمن قريب وبيخطف عبد الجليل، انما المتابعه مفيش متابعه، والهجمات المرتده للمحله بيعملوها كويس. الوهيدي بدماغه يطلع رمضان، رمضان وبيلعبها مش اوف سايد، وعبد الجليل هو جول، هو جول، هو جول، يقرب يلعبها بالعرض، هو جول ايمن، انما في وسط ثلاثه، في وسط ثلاثه. لا ده الشوط الثاني احلى كتير من الشوط الاول. شاوي غريب يلعبها على طول مباشره للشوره، الشوره الشوره، عادل ابراهيم ببطن رجله لجنيدي، وجنيدي ببطن رجله على طول لشاوي غريب، تمسحها كويسه ناحيه اليمين، وائل العباسي مع عمرو انور، هدفت من وائل شويه، وجنيدي بيغير اتجاهات في مساحات ضيقه ويلعبها بالعرض في منطقه خطوره، انما يوسف بيطلع وتاني تترد لوائل، وائل وبيشوط وائل في البيئه مقص، انما شوطه حلوه والصد احلى، شوطه جميله من وائل العباسي من الناشئين بتوع المحله، انما شوبير بيطلعها بمهاره عاليه. هنشوفها تاني اهي وائل، وقنبله من وائل وراحت مكان باطل، انما شوبير على طول بيطلع. هجمه هنا وهجمه هنا، وبيسخن وليد زايد من المحله، هنشوف هينزل مكان مين. لسه مش هيغيروا دلوقتي. في كورنر المحله. طالع طارق الوهيدي ونازل مكانه وليد زياد. طلع الوهيدي ونزل وليد زايد بكورنر. شاوي غريب على الايام البعيد عاليه وبدماغه بالمس عادل ابراهيم، انما بتخبط في محمد يوسف وتخبط تاني في عادل وتطلع. ضربه مرمى للنادي الاهلي. شوبير وشوبير على طول، وائل عادل ابراهيم بيحاول يلحقها انما تطلع بره. رامي التماس، رامي التماس لصالح النادي الاهلي. كابتن شرطه
اسامه صايت يستلم انما يلحقها وائل العباسي. عبد الجليل من اعلى نقطه يستلم، برافو، مهاره عاليه من عبد الجليل وبيحط جسمه ياخد فاول. فاول على طول يوسف، وتاني عبد الجليل من مساحه ضيقه. عمرو انور وبتحرك له كويس قوي ايمن شاوي، فضله مساحه كويسه عمرو، انما تحرك هايل من ايمن شاوي. هنا التحرك اللي بدون كوره مهم عشان ياخد الخصم معاه، انما عمرو اتاخر فيها شويه. جنيدي، وجنيدي على طول طويله طويله طويله، شوبير يلحق على طول، شوبير لاحمد فهمي، احمد فهمي وعبد الجليل. عبد الجليل يضم لجوه، عبد الجليل عايز يخترق بالدبل باص، انما تاني لاسامه عرابي وعلى طول على الايام البعيد اسامه وبدماغه هو جول ايمن شوقي. ايمن شوقي من احلى الاجوال اللي جات السنه دي، لا ليك حق تفرح مفيش كلام. جول جميل جميل جميل، قاطع ايمن شوقي على الايام البعيد وبيحطها في الزاويه البعيده، نموذج من ايمن شوقي. اسامه عرابي عاملها له حلو قوي على الايام البعيده. اخر نفسي طالع من اعلى نقطة وحطيتها في مكان خاطئ، مش ممكن. جول جميل 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 من ايمن شوقي. القناص من الهدافين اللي عارفين طريق جول ايمن شوقي. وسام عمرابي عاملها له حلوة اهي. ايمن طالع مرجع نصه الفوقاني لورا وقافل بقه وفاتح عينيه مظبوط، نموذج لضربة الرأس، حاططها في مكان قاتل ايمن شوقي. ايمن شوقي كان هو له الحظ انه يجيب جول المكسب للنادي الاهلي السنه اللي فاتت اللي فازوا بيه بالكاس من الكوره الجميله اللي شاطها طاهر ابو زيد وتابعها ايمن شوقي، لعيب قناص مفيش كلام. 2-1 في الدقيقه 15 من الشوط الثاني، بيجيب ايمن شوقي الجول الثاني. فاول فاول للمحله، يا ترى هيحصل ايه بعد كده؟ الشوط الثاني بادئ حماسي جدا وسريع وفي كوره جميله، وفات ربع ساعه. 2-1 للنادي الاهلي. النتيجه اهي الشاشه، كابتن يسري مرزوق موضحها لحضراتكم، وفي فاول من مكان كويس للنادي الاهلي. جنيدي هيشوط، وجنيدي وبيلعبها جنيدي، انما تفوت جنب القايم، تفوت جنب القايم، انما والله ايمن شوقي من اللعيبه الهدافين اللي بيعرف يجيب جول بالرغم من انه كان ممسوك الشوط الاول، او بمعنى اصح متكتف مظبوط، انما قدر يهرب من الرقابه ويخطف جول. 2-1 وشوبير، عبد الجليل على طول اللمسه الواحده، واسامه عرابي، انما عادل ابراهيم يضغط يخلصها لنفسه. عادل عادل في العرض، عادل، انما حماده صدقي على مره واحده يطلع حماده ويشتت على طول على صدره الصفطاوي. الصفطاوي بيلعبها للشوره ومعاه مشير حنفي، وفرماله من مشير تطلع بره. فاول الجول الثاني طبعا لما جه اثر على الجهاز الفني للمحله. وشوقي غريب بيخترق شوقي وبيحاول يخلصها لنفسه، انما بتطول من شوقي وبياخد كورنر بذكاء. كورنر كورنر شاوي على طول، وشوبير يطلع في منتهى الخطوره، وقافلين قافلين قافلين النادي الاهلي، وبيحاول جنيدي يشوط. محمد يوسف وحلوه الحقيقه من وائل العباسي، حط رجله في توقيت مناسب عشان يحاول ياخد اوت، وفعلا خد الاوت. جنيدي جنيدي بيفوت كويس وليد زايد، انما طويله مش لحد. عمرو انور عمرو انور احمد فهمي
احمد فهمي بيهدي اللعب وعلى طول لأسامة عرابي، انما مقطوعه عادل ابراهيم. عادل بيفوت كويس، عادل عنده مهاره الترقيص مميز فيها جدا. عادل ابراهيم من اللعيبه اللي بترقص كويس وياخد كور. كورنر للمحله. اطفال جمهور النادي الاهلي، مش الكبار بس اللي بيشجعوا اللعبه، الاطفال برضو بيشجعوها. على طول على ايام القريب، انما ما خدهاش من اعلى نقطه، زعلان خالد عيد رغم انه نقطة عالي، انما بتطلع بره. بنتهز ان الكوره واقفه، وببارك للدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه لحصوله على دكتوراه، طبعا حاجه جميله جدا ونموذج للاصرار والعزيمه من الدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. شوبير وطويلة، إنما بيقطع ببطن رجله. وليد زايد وعلى طول رمضان لعبد الجليل، فات كويس عبد الجليل، إنما بيقطع عمرو الحديدي. الشورى وتترد رمضان، وانما في رايه وصفاره. عادل ابراهيم بطن رجله على طول. عادل جنيدي وشوقي غريب، شوقي بطن رجله حلوه لعادل ابراهيم، وتاني لطارق بيلعبها لخالد عيد. خالد عيد، محمد يوسف لوحده وبياخد اوت محمد يوسف. محل بيقودهم النهارده شوقي غريب، من اللعيبه الممتازه الحقيقه. شوقي غريب من النجوم اللي عملوا اسامي، او من نجوم الاقاليم اللي عملوا اسامي. شوقي غريب دايما النجم بتاع الاقاليم اللي بيعمل اسم، ده دليل على انه لاعب كويس جدا، لان معظم وسائل الاعلام بتبقى بعيد عنهم شويه. نجوم كتير عملوا اسامي زي شوقي غريب وسعد سليط وشال وبدير واحمد شاكر وعلي ابو جريشه والمرحوم محمد حازم. تتنقل حلوه قوي، انما احمد فهمي بيحاول يلحق. طويله تطلع بره. من المحله طبعا عماشه وعمر عبد الله. في زقه وفاول، بتتلعب على طول لشوقي غريب. شوقي وطويله من شوقي، بيلعبها في المنطقه ناحيه اليمين وفي منطقه الخطوره. خالد عيد في منطقه الخطوره، تحرك في ذكاء وخبره من شوقي غريب وخالد عيد. هنا المنطقه العامه اهي برده بيعملوها كويس، انما الحقيقه مش بس هنشوفها تاني اهي، ملعوبه له في مساحه كويسه، انما خالد عيد يطلعها بره. مش بس اللعيبه بتستفيد من المنطقه العامه وهم في حاله الهجوم، ممكن يعملوها في حاله الدفاع، بمعنى ان هم يفضوا مساحه ويسيبوا المنطقه العامه دي للخصم بحيث يلعب فيها الكوره، او يجبروه انه يلعب الكوره فيها، وبعد كده يتحولوا من دفاع لهجوم ويبتدوا هجمه، يبقى عندهم مساحه، وفي نفس الوقت بيبقى الخصوم هنا بره اللعب. في زقه وفاول. تكتيك دلوقتي غزا الملاعب وغزا الفرق العالميه كلها، وكل الفرق دلوقتي وبالذات الفرق العالميه بتحاول ان هي تستفيد من حته التكتيك الهجومي والاختراق من اقرب واسرع الطرق. فرق ايطاليا والمانيا والبرازيل بيركزوا اساسا على ان هم يخترقوا من بالطريقه الطوليه او من العمق، على اعتبار ان لو اخترقوا من على الاطراف بيقابلهم خط دفاعي طولي وخط دفاعي عرضي، انما لو اخترقوا من العمق بيقابلهم خط دفاعي عرضي بس.
فمعظم الوحدات التدريب دلوقتي بتركز على ان هم يشوفوا اسرع الطرق واقربها للاختراق للمرمى عشان ما يضيعوش وقت في اللعب كتير ويحاولوا ان هم يعملوا محاولات كتير وعلى المرمى. كابتن محمود عثمان رئيس لجنه حكام القاهره منطقه القاهره موجود النهارده بيشاهد المباراه. كابتن مصطفى البطران رئيس لجنه الحكام الرئيسيه. توفيق على طول لشوقي غريب يحاول يستلم تحت ضغط خصم شوقي ومعاه حماده. الاثنين خبره كانوا مع بعض في المنتخب الحقيقه. تامر وتامر على طول انما خلصها نفسه انما ضعيفه في ايد شوقي في ايد شوقي. احمد فهمي عبد الجليل عمرو انور عم بيهدوا اللعب بيكسب اوت. 25 دقيقة من الشوط الثاني والنتيجة 2-1 للنادي الأهلي. جنيدي بيقطع جنيدي على طول طويلة عبد عظيم الشورى عبد عظيم بيفوت كويس عبد العظيم بيخلصها لنفسه وفوت واحد من اثنين هو جول هو جول خطرة ولسه بيتابع تاني انما اعتقد كورنر انما فات حلو قوي الراجل عبد عظيم الشورى لعيب عارف طريق جول وجاب جول الاول هنشوف تاني اهو فات من واحد ومن اثنين الاخيرة طولت سن شوبير طالع له قافل عليه زاوية التمرير وعلى طول بيطلع كورنر كورنر على طول عالية بدماغه وبيتابع بدماغه في منتهى الخطورة يا مش ممكن ده جنب القايمة اقول بإيه واضحة في الشاشة طبعا لحضراتكم وعاملين متابعة فيها حلوة قوي خالد عيد متابعة حلوة وفي المحاولة من المحلة ياسر ريان نجم النادي الأهلي ما بيشتركش النهارده الإصابة من نجوم النادي الأهلي ياسر اللي ثبت نفسهم تماما في الفترة الأخيرة وثبت نفسه في المنتخب وفي النادي الأهلي في زقة وفي فاول سبعة وعشرين دقيقة لسه النتيجة 2-1 وبطن رجله بتتلعب على طول وليد تامر بطن رجله على طول يعمل هجمة مرتدة مباشرة وبيلعبها حلو قوي عبد الجليل واحد ضد واحد عبد الجليل وبيلعبها من فوق الجول فيها فكرة والله انما عالية شوية انما معمولة حلوة قوي قوي من تامر حفني هنا نموذج للتحول من الدفاع للهجوم وبناء هجمة على طول بيبني هجمة في اسرع وقت ممكن او في كسر من السنة نفتكر هنا الجول اللي جابه حسام حسن في زيمبابوي جول الماتش الاولاني لما لعبها له الكاس تحوله برضه من دفاع لهجوم في كسر من الثانيه وكانت مفاجاه للسنتر هاف وللجول. فات حلو قوي الشوره فات حلو الشوره وفي صفاره وفي انذار. فاول الشوره لعيب مهاري وبيرقص كويس. بيقدر يفلت من الرقابه الشوره لغايه دلوقتي عامل هجمات كتيره على النادي الاهلي. هنشوفها تاني اهي مع احمد فهمي
تخطاها، انما في فرمالة وشنكالة من احمد سامي خد انذار. فاول وشوقي غريب هيلعب الفاول. على القايم البعيد اوبا خطفها حلوه قوي قوي، خطفها حلوه الشوره برضو. إيه مش الشوره ده، توفيق صقر خطفها حلو من على القايم القريب في منتهى الخطوره، هجماتهم خطيره جدا وشوقي عملها له حلوه قوي. هنشوفها تاني اهي، توفيق صقر من اقرب نقطه لمسها حلو، كله توقع انها جول انما فاتت جنب العين. كابتن اكرامي بيكلم ايمن شوي. ايمن شوي سامعه انا بيقول عايزين حد يمسكها هنا في الجزء ده. عربي اسامة ماشي، اسامة خد كويس او مهارة عالية، اسامة في مساحة كويسة مع توفيق، اسامة بطل ابن على طول ما بيفقدهاش بيسلم مظبوط. وعمرو انور يلعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل هوبا جوه جول عبد الجليل، احلى جول السنة دي، احلى جول السنة دي معمولة له بالمقاس من عمرو انور، فات فيها عصام عرابي كويس. وعبد الجليل بص شوف عبد الجليل بيعمل ايه، مش ممكن مش ممكن، قمة النضج الكروي والمهارة العالية من عبد الجليل. الراجل متابعها ومتحرك لها ومثبت رجليه الشمال مظبوط ومثبت انكر رجله مظبوط ومنشنها نموذج على يمين وائل شكر، ويجيب احلى اهداف الموسم عبد الجليل. هنشوفها تاني، عمرو انور عاملها له بالمقاس وعبد الجليل واخد الخطوه وعادل نفسه على الكوره وحاططها فين، مش ممكن ابدا. الراجل ده، ده عبد الجليل ده حكايه ملوش حل، ملوش حل ابدا، نجم المباراه النهارده وبيأكد ان هو نجم المباراه بالجول الجميل اللي جابه، فعلا احلى اهداف الموسم. يا سلام يا عبد الجليل، 3-1 للاهلي. واحمد فهمي على طول لرمضان وبيستناها وبيلعبها تاني لاحمد فهمي. احمد فهمي بيرقص كويس، احمد مهاره عاليه طبعا الجمهور بيحييه مفيش كلام، نقل التيم لما نزل الشوط الثاني، عمل شغل كبير قوي احمد فهمي. وعبد الجليل ماشي عبد الجليل ويلعبها حلوه رمضان، ورمضان ترجع ورا تاني لايمن شوقي، وايمن شوقي رمضان ما يديش لرمضان، تامر حفني وعلى طول محمد يوسف لتامر حفني، تامر لايمن شوقي، بداوا يمسكوا كوره النادي الاهلي ويعملوا عمليه تمويت او تمرير كتير والاكثار من التمرير في الجزء ده، فعلا 6-7 تمريرات ما بيفقدوهاش، انما تطول من عمرو وفات 31 دقيقه. يقطع جنيدي ماشي جنيدي ويلعبها لعادل ابراهيم، وهجمه مرتده في منتهى الخطوره وعلى طول شوقي، شوقي لعبها بالعرض، شوقي كان ممكن يروح للجول هنا، شوقي بوست 2 شوقي والاوفر بالعرض عاليه، شوبير يمسكها على طول، شوبير بيمسك شوبير و3-1. عمرو انور عبد الجليل بسن الجزمه على طول بيلعبها لعم، ورمضان الاعصاب هاديه طبعا مفيش كلام، ورمضان بياخد اوت 3-1 بعد ما كان النادي الاهلي خسران في الشوط الاول 1-0. وعلاء عبد الصادق هينزل، هنشوف مكان مين هينزل مكان تامر اللي عامل مباراه كويسه النهارده، تامر حفني. عامل كوره حلوه الحقيقه تامر حفني اللي يتحول فيها من دفاع لهجوم وقت قليل جدا، يمكن في الكرة الحديثة دلوقتي الفرق لما بتيجي تعمل التكتيك الهجومي بتاعها بيعملوه هم في وضع دفاع، يعني بداية الجملة التكتيكية بتاعتهم بتبتدي هم في وضع دفاع، يعني بيبقوا قافلين وبيدافعوا، مجرد ما يستخلصوا الكرة بيتحولوا من دفاع لهجوم في كسر من الثانية، وبيعملوا هجمة مفاجأة للخصم على طول وسريعة
لان هنا في الوقت ده بيبقى السنتر هاف او الخصم بيبقى في اوت اوبوزيشن او يعني بيبقى خارج الوضع بتاعه، فاي مفاجاه بالنسبه له بتفقده توازنه وما بيكونش واقف في الوضع الدفاعي بتاعه مظبوط. فدي من الحاجات الحديثه في الكوره الجميله اللي نتمنى ان احنا نشوفها في ملاعب، مجرد ما اللاعب يقطع الكوره على طول في ثانيه يعمل هجمه وما يستناش ويرجعها لزميله يعمل هجمه على طول. جنيدي حلوه بيلعبها الوليد زايد وطويله طويله انما بيقطع مشير وايمن شوي. احمد فهمي بيهدي اللعب احمد وبيلعبها على طول على عبد الصادق وعادل ابراهيم انما تطول وحماده حماده صيدي ماشي حماده صيدي وبياخد فاول فاول للنادي الاهلي. فاول للنادي الاهلي باقي 10 دقايق على انتهاء المباراه والنتيجه 3-1 للنادي الاهلي. دخلنا في الدقيقه 35 الكره الحديثه والتطوير اللي بيحصل فيها كل يوم. طبعا اللعيبه لما بتاخد وحدات تدريب على الحاجات دي بيوصلوا لمرحله النضج في ان هم بيدمجوا مهاره او التنظيم الدفاعي في التكتيك الهجومي، يعني الهجمه بتاعتهم بتبتدي وهم في حاله دفاع. طبعا لما بيوصلوا لحاجه زي دي ده بيبقى نضج كروي غير عادي. نزل طه السيد وطلع وائل العباسي. انما بتتقطع بيفوت كويس الشورى وبتشانكل الشورى بياخد فاول. واقع لاعب من المحله. طبعا هنا ما ننساش نشيد بنادي المقاولين اللي بيستقبل دايما الماتشات المهمه، مهندس صلاح حسب الله، استاذ عادل ايوب، واستاذ صلاح شرف، استاذ سيد الدخاخني، دايما بيكونوا في استقبال الماتشات المهمه. استاد جميل الحقيقه وملعبه كويس قوي. النتيجة بتبان على الوش على طول، فرق كبير بين وشه في الشوط الأول وبين وشه في الشوط الثاني. دايما كده المدربين دول بتبقى أعصابهم بتتحرق، الله يكون في عونهم. عالية وبتفوت وتطلع بره أوت. شوبير إنما جول عبد الجليل ده إيه ده؟ ده حكاية الجول ده ملوش حل من الاجوال الجميله اللي بتمتع الجماهير. عمرو الحديدي ترجع ورا انما وليد زايد توصل ليوسف انما قطعها وليد قطعها وليد وبيفوت كويس وليد وبيفوت تاني مره من محمد يوسف بيقرب من منطقه الجزاء ويلعبها بالعرض خطره انما اتاخر مع انه فات حلو قوي فات حلو قوي لكنها مش كويس. توفيق صح وبره اوت فاول تقريبا مدي مصطفى حموده فاول. هنشوفها تاني عمرو انور اشترك مع توفيق صقر. واقع عمرو نزل على كتفه. اسم النادي سيد الدخان. توفيق صقر. طه السيد اللي نزل وطه على طول بيلعبها لشوي
وايمن شاوي عندما بيقطع الشورى والشورى تتلعب على طول مباشره جول. انما في يا سلام على الكره اللي فاتت فيها خداع وعلى طول برضه بس اللي بتكلم فيها ده هو التحول من دفاع للهجوم في ثانيه بيعمل حاجه هنا على طول الطرفين بيبقوا خارج اللعب او خارج او اوت اوف او اوت اوف بوزيشن بيبقى وضعهم مش مظبوط مختل هي على طول مفاجاه ليهم كانت تعمل هجمه جميله وكانت تعمل انفراد انما كان فيها تسلل جنيدي تتلعب على طول حلوه لشوقي بيغير اتجاه اللعب شوقي انما تاني تترد وفي ضغط من المحل ماسكين كوره بقالهم حوالي 7 8 دقائق وهجماتهم في محاوله لاحراز اهداف توفيق صاح توفيق بيلعبها على طول لطه السيد وطه على طول على مره واحده حمد صدقي واقف غلط وتتلعب في منتهى الخطوره حمد صدقي كرة سابقة من أخطر ما تكون أخطر حاجة الكور دي هي ملعوبة ظهره للكرة لازم يقلش ملهاش حل تاني لازم تبقى كرة قدامه دي اللي فيها مفاجأة برضو للخصم هنا يبقى أوت أوف بوزيشن أو مش واخد وضعه الدفاعي المظبوط كور المفاجأة الجميلة دي تتنقل على طول تاني لأسامة عرابي أسامة عرابي يلعبها لعبد الجليل عبد الجليل حلوه لاحمد فهمي في مساحه كبيره ماشي احمد ماشي احمد ويلعبها بالعرض واسامه عرابي مش ممكن اسامه عرابي رايح حلو قوي وملعوبه له حلو قوي انما اسامه عرابي يعني من اللعيبه الكويسه انما ما لهمش حظ على اللي جوه احمد فهمي عملها له حلوه قوي على الايام القريب وقاطع كويس اسامه جت في كتفه عشان طبعا غمض عينه اجواله قليله اسامه عرابي رغم ان هو لعيب مميز جدا انما اجواله قليل تفرق لو اجواله او بيجيب اجوال تزوده درجات عاليه جدا محتاج تدريبات وظيفيه كتير اسامه عرابي على الثلاث خشبه يبقى عنده ثقه على الجول عشان يقدر يجيب اجوال باقي 5 دقائق على انتهاء المباراه ولسه النتيجه 3-1 للاهلي على عبد الصادق رمضان واحمد فهمي لرمضان بيهدوا اللعب خالص وطويله طويله اخر واحد صفطاوي بيرجعها لجوي طبعا مش هيمسكها وائل عبد الجليل ورمضان متحرك له تحرك حلو قوي رمضان انما برافو صفطاوي هنا ضربه بالجاريه لما الصفطاوي متوقع كويس تتنقل على طول وطويله انما شوبير يطلع بيأدي دور الليبرو فكر عالي طبعا هنا وثقه بالنفس قطع باص على طول وهو بيقطعها ببصيره ده يطلع يلعب فيرود بقى شوبير بعد كده ده مهارته عاليه والله علاء عبد الصادق احمد فهمي لا فايق النهارده الحقيقه احمد فهمي الماتشات الحلوه قوي اللي عملها وليد زايد ومشير بيقطع وبيفوت مشير خلصها لنفسه وتحاول من دفاع الهجوم لسه انا بقول فيها هو جول بقى هو جول هو جول انما الاخيره وحشه الاخيره وحشه ده عمل حاجات صعبه قوي مشير حنفي انما جاء السهله وضيع يا سلام هي دي اللي انا لسه بتكلم فيها اللي هي الهجمه بتبتدي من الدفاع يعني بيبتدي هجومه وهو في حال الدفاع يقوم يتحول من دفاع لهجوم ويقطع ويخترق زي ما مشير عمل كده انما انهاها وحش قوي ابو عظيم الشورى بيحاول يخترق انما عبد الجليل يقطع عبد الجليل ماشي عنده مساحه كبيره قوي فدان ماشي فيه عبد الجليل ماشي عبد الجليل اتحرك له رمضان 3-3 ايمن شوقي ايمن بيهدي اللعب خالص ايمن بيحتفظوا بالكره هنا مش عايزين يفقدوها واسامه عرابي ورمضان متحرك له كويس انما يرجع تاني لاسامه لا لا رمضان اتحرك حلو لازم يحطها لاسامه واسامه لازم يزيد متر شويه عن كده
بتنقل على طول ومساحات بقت واسعه جدا. وجنيدي جنيدي جنيدي ولعبها في منتهى الخطوره. هو جول، هو جول، وبطن رجله يحطها. مش ممكن، مش ممكن. الشوره متحرك حلو قوي. الشوره هنشوفها تاني اهي، متحرك في مساحه فاضيه. المنطقه العامه هي اللي بقول لحضراتكم عليها، وحاططها ببطن رجله. نموذج محطوطه حلوه قوي قبل، يعني اقول ايه، جنب الاي، مفيش حاجه، بسيطه قوي. ماتش كبير النهارده الشوره، ماتش كبير مفيش كلام. نتيجة 3-1 للأهلي، وباقي حوالي دقيقتين على انتهاء المباراة. وبتتلعب على طول ناحية اليمين لأحمد فهمي، أحمد فهمي من ناحية اليمين، ويلعبها بالعرض أحمد في منتهى الخطورة، إنما يمسكها ويرشف. لا ده أحمد فهمي اشترك جزء ده، خلاص لحسابه. الجزء اللي ناحية اليمين ده مركزين عليه، وكل الهجمات من ناحية اليمين عن طريق. فكرنا والله بمصطفى عبده نجم النادي الأهلي، هو والخطيب في الجزء ده كانوا حافظينه. وشوطه تانية جامده، انما جنب الاي. هجمات كوره من المحله، وشوطه حلوه من طه السيد. اعصابه مشدوده شوقي عبد الشافي بيكلم لاعيبته، انما هجمات كتيره والله من المحله، والفرص كتيره جدا بتروح. لو تركيز شويه يقدروا يجيبوا جول والتاني ويتعادلوا، انما مالهمش بخت في الكور اللي بتفوت جنب الاين دي. عادل ابراهيم وعبد الجليل، عادل بيغير اتجاهاته في مساحات ضيقه مع طه السيد، انما عبد الجليل بيغير. بتلعب على طول طه السيد، طه السيد يلعبها بالعرض خطره وبدماغه جوه جول، جوه جول. والجول الثاني للمحله. مش ممكن، لسه انا بقول المحله هجوم مكثف وهجوم ضاغط، وبيجيب جول جميل جميل. شوقي غريب، ملعوبه حلوه قوي، هنشوفها ايه تاني. طه السيد اخترق، وصل للخط ومنشنها بالمقاس، منشنها بالمقاس مع الدقيقه شوبير، وبتابع شوقي غريب وبيحطها بدماغه حلوه في الزاويه البعيده. ثلاثة اتنين فعلا. الاعصاب شوقي عبد الشافي ما كانتش مشدوده من فراغ، حاسس ان في ضغط مكثف من نادي المحله، وبيجيب الجول الثاني. وبنلعب في الدقيقه 46. ثلاثة اتنين، والله جيم كبير بيأدوه فريق المحله النهارده، بالرغم من ان هم خسرانين، انما عاملين جيم كبير قوي، بيوصلوا للجول بسرعه جدا، وهجماتهم في منتهى الخطوره. يا ترى في الثواني اللي باقي هيحصل ايه؟ طه السيد، طه السيد، وبتلعب على طول. شوقي غريب ماشي، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ شوقي يرجع، يرجع بيها ورا. شوقي توفيق صح، وتوفيق بيلعبها مع عمرو الحديدي. جمهور النادي الاهلي بيصفر، بيفوت كويس وليد زايد، ويلعبها بالعرض عالية عالية عالية، انما بتطلع بقى. الكاس، كاس مصر. كاس مصر اللي هيتسلم بعد المباراة على طول. و لسه النتيجة 3-2. إنما جيم كبير المحل عاملينه النهاردة، هجماتهم في منتهى الخطورة وإيجابية، ووصلوا للجول وبيهدفوا. عمرو الحديدي بقى لنا دقيقتين بنلعب في الوقت بدل الضايع، وبتتلعب على طول لشوقي غريب، وشوقي طويله طويله، وبيطلع تاني وتترد في منتهى الخطوره. هو جول، هو جول، وتترد من عادل ابراهيم، تخبط في حماده صدقي، وبيصفر الحكم مصطفى حموده، وينهي المباراه المثيره القويه الحماسيه بفوز النادي الاهلي 3-2 في مباراه من امتع مباريات الموسم، وخاصه في الشوط الثاني. 3-2 بيفوز النادي الاهلي بعد ما كان خسران 1-0.